حكم عادي، مقابلة عادية، لاعبين عاديين برشا، فريمون معناها مستوى ماهوش معناها الفوق بالكل، لقى سهولة معناها بالرغم اللي هو حتى متواضع، لقى سهولة فهمني في الإعلان على المخالفات، كانت مخالفات معناها واضحة برشا، زفر 17 لتونس و19 الموريتانيا، عطى تروز افيرتيسمون لتونس، زوز الموريتانيا، حتى لي بينالتي معناها اللي كانوا طالبوا بها يا او بيان تونس والا موريتانيا، ما كانش ثم معناها ضربات جزاء، لكن في بعض الاحيان ثم مخالفات معناها فونتيزيك مش موجوده. هذاك هو المستوى نتاع معناها اعطاونا حكم في مستوى المقابله. واضح، يعطيك الصحة عادل زاهمول، دونك خليوك تمشي بما انه فما شيء نجم نحكيو عليه بخصوص الحكام، حتى فن حتى فنيا بالنسبة للمقابلة نتاع اليوم. ما نخلي الجماعة الكل ترى تمشي معايا. لا باش نكملوا مع التصريحات، اكيد مازلنا باش نرجع معاهم على التصريحات اللي باش تصير بعد المقابلة، باش يكونوا معنا فهمي لبرهومي ولا طارق الغديري ان شاء الله في الساعة الأخيرة بالنسبة للبلاتو سبيسيال. نرجع للمقابلة، كنا نحكيو على المستوى الهزيل، ترشح بدون طعم، يظهر لي حاجات نتفقوا فيهم العباد الكل، لكن اليوم خلي نقسموا على حاجتين. الحاجتين هما فما مسؤوليه للاطار الفني برابور التغييرات اللي صارت، برابور كل شيء، فما مسؤوليه كبيره وكبيره برشا للملاعبيه، ملاعبيه من غير روح في المقابله نتاع اليوم، ما فما حتى انجاجمون ريناه من ملاعبيه المنتخب الوطني التونسي. صحيح مكي، انت تو تحكي لي معناتها في حاجه ما تتكمل بعضها، الروح هذه شكون باش يعطيها للاعبين؟ الروح اللي يعطيها المدرب هو اللي يعطيها للاعبين، تشوفوا معناتها زمان بالماضي ولا انا نجلب زاد الانتباه مدرب نتاع مدغشقر، كيفاش معناتها الروح، فما روح نتاع انتصار، فما روح نتاع مجموعه، فما ناس معناتها مع بعضها دز الجروب كامل مع بعضها، تشوف معناتها الملاعبيه صحيح الميساج، نتصور ميساج ما تشوفوه معناتها بارد ياسر جيريس، يعني الميساج اني با بوزيتيف، قاعد يتعدى للجوارات، الميساج مش قاعد يتعدى بالكدا للجوارات، اي بيان سور معناتها الجوارات لازم تلعب على لي فالور نتاعها، معناتها الجوارات تلعبوا في خلي مره اخرى نرجعوا للتصريحات، فهمي موجود معنا ولا لا؟ خلينا نسمع يوسف المساكني قائد المنتخب الوطني التونسي في تصريحه لبين سبورتس، في انتظار انه تكون التصريحات من مبعوثنا الخاص للسويس فهمي البرهومي، باش نسمعوا يوسف المساكني قائد المنتخب. انا شويه ستريس، برشا ستريس، سورتو كي تدخل. لا مش خلنا في الشك، قلت لك كيما اول ماتش معناها فما سبعة ثمانية جوارات اول مره يعملوا كان ما يعرفوش ستريس تاع الكان، معناها الاوبجيكتيف اليوم اللي تعدينا على الميدان اليوم كل لعبوا كاس عالم، يعني اي ميسيلش معناها اش قلت لك، كان تفرق على كل شيء، كان تفرق على كل شيء، وفما برشا منهم ما لعبوش كاس العالم. اليوم الاوبجيكتيف عملناه اللي هو الكاليفيكاسيون ترشح الدوري اللي من بعد، معناها تو كل ماتش وماتشو حاجه الباهي اللي ما قبلناش بونتوات، نكملوا خير من هكا ان شاء الله، وعلاش ليه ما خسرنا حتى ماتش، ان شاء الله بقدر ربي بقدر ربي بقدر ربي ماشي لبعيد ان شاء الله. يوسف الان دور الكوادر، دورك انت كقائد فريق، لاعبين اصحاب الخبره، وربما لتحسين الجو، لتلطيف الجو، المهم تحقق الان، يعني الجماهير غاضبه اكيد في تونس تبع فينا غاضبه، باش تعدوها يوسف بصراحه. فمش عباد تكون غاضبه قدنا نحن راهو، فهمت مش قبل الجماهير، خاطر احنا نعرفوا الاداء نتاعنا نجم يكون خير من هكا، باش نفرحوا في فرحوا التوانسه، معناها اكثر حاجه تفرحنا باش نفرحوا العباد. وان شاء الله يا ربي نكونوا حاضرين الدوري اللي بعده، خاطر توا كل ماتش ماتشوه، وكما قلت لك معناها ثلاثه ماتشات هذوما ناخذوا منهم حاجه باهيه اللي ما كناش برشا بونتوات، وان شاء الله النجاح الهجوميه تجي في الماتشات الجايين. ان شاء الله يوسف مبروك مره اخرى. به كان هذا يوسف المساكني في تصريحه لبين سبورتس. نبداو في التصريحات، يوسف المساكني يحكي على برشا ستريس، وهي اللي يحكي على يوسف المساكني في الخبره نتاع يوسف، في الخبره نتاع اغلب الملاعبيه، سي فري انه كل برشا ملاعبيه يلعبوا اول مره الكان، لكن حطينا في مجموعة باش نحبوا لي كونديسيون، شنو نحبوا اكثر من هكا؟ الكلام يترجم وانه التحضيرات ناقصه، وانه لونكادرمون ناقص، وانه اللهوه بالمجموعه ناقصه، وانه كوادر الفريق فما هكا، فما كل شيء، فما بريباراتور مونتال، فما جامعه وفرت لهم الظروف الكل، شنو هذا صحيح وانه موجود الكل، لكن كي تنقص من كل حاجه شويه
مثلا الملاعبيه اليوم تراهم ماشي يلعبوا على الفالور نتاعهم. عندي في لونترينور العشره اللي يلعبوا يدوف كونسيرفي لا بال يلعبوا جو باسيون. نحسبوا قبيليكا في الكوليس منتخب تونسي ما عملش اكثر من 7-8 تمريرات. تجمش تليبيري ليسباس للرير هذا باش يطلع ولا الرير الاخر باش يطلع ولا تلقى نقولوا احنا انكرو فضوه في وسط ولا بين الخطوط. لونترينور عطي دي كونسيني باش اسامه مثلا باش ما يطلعش لي كونسيني بصراحه. الا كان ان اونترينور بصراحه هو بحذايا سيمن ويعرف قبل كنت ملاعبين 4 ساعات يجيك ان اونترينور اللي بيرو كما قال يقول لك ما تطلعش انت يا ريال لاتيرال ولا نبداو ربحين واحد بلاش يقول لك ما عادش تطلع انت تو ميتريز اوكي تولي تعطي لو رابور اوفنسيف اللي لازمك تعطيه في الوقت ولكن ترد بالك دوبل ديفونسيفمون خاطر هو عطاك كونسيني قال لك ما تطلعش. مش معناتها ما تطبقش تعليم فما سيتياسيون جو تفرض عليك باش تطلع فما سيتياسيون جو كيصير ديكالاج من اللي صار تدخل الوسط والسباس ليبر لازمك تطلع ما تطلعش حتى من الناس تراك انك انت ما تطلعش. شنو باش تقول لهم لونترينور كونتر لو فاز دو جو ما تطلعش ليه اليوم هنايك. اما بصراحة هذا في على مستوى اللاعبين على مستوى اللحمة والمجموعة والجروب تحس وأنه فما حاجة ما هي شودي لازم نحاسب أمورنا وحساباتنا الناس الكل. وعلى مستوى المدرب أنتم كبير برشا هذا باش تكلموا فيه. ثلاثة مباريات إيدونتيك ثلاثة مباريات تلعبنا بثلاثة تشكيلات مختلفة. الماتش الأول دي جوار كونفيرتي صلحنا شوية في الماتش الثاني الماتش الثالث قالوا لا كيف كيف المنتخب الوحيد اللي في الدورة هذه ما عندوش 6-7 ملاعبية في مراكزهم ما تبدلوش يعني على ريغور من ماتش لماتش باش تبدل دو تروا جوار. احنا الجوار كان لعبنا بهم من الأول ريكونفيرتي دوزيام ماتش صلحنا شويه في الامبلاسمون نتاعهم تروازيام ماتش يدخلوا لك صحيح وانه الشعلالي مضروب دونك ولا ولكن عدم مضروب يغيب بسبب دوزيام افيرتيسمون سامحني بيان سور دوزيام افيرتيسمون دونك هذاك اللي ينقصنا. لكن اليوم اوني ابلي الكل كل واحد من بلاصته باش يحاسب روحه خاطر اليوم بصراحه بوتيتر لو سول الحاجه الوحيده النقطه الوحيده اللي نقولوا احنا مضيئه اليوم هو مردود الحارس معناتها معز حسن اللي رجعت له الكونفيونس. نحبوا الملاعبيه الكل بوتيتر راهو يا يو ان سبيتش مونتال بين حمدي الكسراوي الحراس بتاعه وتكلمت معناتها قلت اكيد باش يخوهم خاطر كلهم تحسهم ما همش اون كونفيونس. اليوم زاد الملاعبيه اليوم يلزمهم ياخذوا كونفيونس. الكونفيونس تتعطى حتى بكوتي اناليتيك في التدريبات حتى تجيب الملاعبيه الكل اللي قدام الكاج تعطي ولا تعمل 11-0 تخلي الملاعبيه الدور تعمل كونسيرفاسيون تاخذ ثقه في روح ما تتعدى دوزيام واتيام تيران ادفير تلكون ادفيرس لما تعمل 10-12 كيفاش تحب كيفاش تحب يطبق الشيء هذا ما فماش كورون قاعد يتعدى ما بين جواري هذايا اللي لازم نصلحوه. اليوم تعدينا من البول في البول كي تعمل تعادل ومن بعد تعادل عندك باش تغلف ثلاثه ماتشات باش تتعدى غدوه مورس كبير باش يعرضك الاولاني يا اما وسا باس وسا كاس احنا ان شاء الله نتعداو. اما باش نتعداو لازمنا الاكيب تكون كومباكت هوموجين. ش عندي باش يلعب وش عندي في الديسبوزيتيف اللي نقولوا للملاعبيه انا ككوارجي قديم واخوهم راهو الاولاد ماكمش تلعبوا على الفالور نتاعكم في الدوت العبوا شدوا كره اعملوا لنا 15-16 باس يا خويا في الملعب ما عينيش بيكش مارك تلقى الديزيكيليبر وتلقى منين تتعدى. نحب نرى دي بتي بون نحب نرى يوسف المسكني ولا الخزري ولا الملاعبيه اللي عندهم بوتونسيال تكنيك يعملوا جيست تكنيك اللي عملها جوار موريتانيا اليوم الكشريد. نحب نرى العكس انا مش نرى المنتخبات اللي تلعب معنا نقولوا اونتر بارونتيز اضعف منا واقل منا فنيا لكن قاعدين يتفوقوا علينا تكتيكيا وبدنيا. يعني اليوم كي تضيع انت الكوتي تكنيك وتكتيك وتلقى اليوم الحضور البدني من الغادي والروح اكثر اغزو شنو قادرين باش يصير لنا يعني اليوم ابروندر اون كونسيديراسيون. خلي نرجع لفهمي مره اخرى كان ما عنده تصريحات بالنسبه للبعض المقابله ولا مازال فهمي ماكي مازال مش كل شيء الهدف مني هو ترتب الدوري الثاني الحمد لله كان ترشح من نصيبنا كاو معناتها ميسي وكان يدخلوا الفاز اخرى دونك نقول لك هذا روح لكن لازم شعب ضد منتخب كبير فهمي 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 نكملوا معاك كان فما Écoutez, la semaine dernière, il y a 4 jours, j'ai fait une erreur. Aujourd'hui, je fais mon match, j'ai fait le maximum. J'avais hâte de jouer et de d'effacer ma pression que j'avais fait sur le Mali. Donc aujourd'hui, comme je dis, que le Wahadou, je suis capable de jouer, je suis capable de jouer, 0-0, et je suis pour les 8e de finale. Alhamdoulilah. En général, on avance petit à petit. Aujourd'hui, on est tombé face à. À l'équipe de la Mauritanie qui avait envie de gagner, qui avait envie de nous faire chier du début à la fin. Non.
qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont su rester compact. Ils ont eu l'occasion, on a eu les nôtres. Et donc, ça ne s'est pas concrétisé. Mais aujourd'hui, le 0-0, je pense qu'il est mérité. Et tant mieux pour les deux équipes. Canada, non, c'est pas une qualification à Guamer. Il faut arrêter de dire ça. Aujourd'hui, maintenant, c'est qu'il y a le thème de finale. C'est ce qu'on voulait tous. Donc, qu'on en marque 5 ou qu'on en marque 2, ça change quoi. Aujourd'hui, on est qualifié. Et voilà, tout simplement. حارس المنتخب الوطني المكي علق على الاداء علق على الاداء نتاعه بتاعه حتى على الكاليفيكاسيون قالت بالعكس مفيده وتاهل وماعرفش كنت سمعت معز بن شريفيه في المباشر مكي اخبار معز حسن بالنسبه لتصريح معز حسن كان واضح معز بن شريفيه ما كان الكاليتي نتاع الصوت ما كانش شويه واضح الكلام نتاع معز بن شريفيه نرجع لك ساعه كان فما تصريحات اخرى باش من بعد نجم نرجع نطلب الخط لحظات مكي لحظات نتسنى نتبخر اكيد تطلب الخط لكن فما اي تصريحات دونك سمعنا مليح كلام الحارس معز حسن يظهر لي الحاجه الوحيده اللي عملها الاطار الفني في المقابله نتاع اليوم واللي حكينا عليها من اول المقابله هو تثبيت الحارس هذا معز حسن رغم نقول تثبيت معز حسن لانه اكيد تثبيت معز حسن ماهوش باش يلقى القبول نتاع زوج حراس اخرين حارس تعاقب خاطره غلط والحارس الثاني صاحبه غلط لكن ما خلص كيما الحارس الاولاني يعني في الاخر الحاجه الوحيده اللي نجم نقرب احنا من الماتش تاع اليوم من هي معز حسن هي معز حسن معز حسن قيمه ثابته هو معناتها ديجا عمل معنا في الماتش ميكو قبل الكوب دي موند عمل اون تري بون بريستاسيون سورتو في الكوب دي موند حاجه باهي معز حسن يرجع الفورم باش يعاون ليكيب ناسيونال كيما قلت انت تحس ما تفهم الكبيزين انترن تاع الكيب ناسيونال فما حاجه غامضه كبيره ياسر ما تفهمش المشاكل اللي نستحب بعضها فمش لحمه اللي اللحمه نتاع اللي كانت خليني نقولوها معناتها معنا بين معلول في قبل الكوب دي مود معناتها كانت فما لحمه كبيره ياسر تحس فما بعد على بعضهم الجوارات تحس فمشاكل اللي مثلا في الماتش ما فماش واحد فايق صحابه يرجعهم في الماتش فماش ليدر في وسط الترا فما برشا لي دوريت في 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 فيرتوال بالضبط صحيح هذاك الامو هذاك ما همش ما فماش شكونك اللي قاعد يدز في صحابه ويقزي معطي دونك في الاخر كاليفيكاسيون كيما قلت كاليفيكاسيون معناتها ماستر لاست انا تعرف شنو اللي بالحق كي المدرب يغلط في اختيار اللاعبين والتركيب وما يصلحش حتى مره في البريمير ميتون يعني وزيد في الدوزيام ميتون تغييرات ومحل انتقاد صحيح. ودفاعيه صحيح. يعني اليوم انا ندخل غلط ونزيد ندخل ايكيبي في الدوت ونرد الملاعبيه اليوم هما بيدهم في الدوت ويوليو تعرف الفيستير كيفاش تولي كي ما تعطيش حق ملاعب لازم يلعب الفيستير راه يدخلها انت في حيط هو كلمه قالها مكي معناتها تريز امبورتونت لكن معناتها الجارديان واحد غلط والاخر يلعب اما اليوم سا دوا سو روميتر اليوم احنا اليوم الناس الكل سي كاليفي كيما قال يوسف قالوا الاولاد الكل يدواف ريبروند كونفيونس لازم اللي باش يستحق يلعب اليوم ماهوش راهو عيب اليوم المنتخبات الكبيره الكل حتى قبل في مع كاس افريقيا 2010 مع سي فوزي انغولا قمنا ثلاثه تعادلات اما كنا منتصرين على الكامرون وعدلونا اللي معناتها كيفاش كنا في شويه كوره لان ما رينا حتى شيء يعني شنو الاخر اللي السكيورتيان بلي فما بلي سامحني سهيل فما حاجه اخرى زاد من نرجع من كلام ماهر كانزاري قبيله البرتغال عملت ثلاثة تعادلات وبعدها كاس اوروبا البرتغال كان فما فيها روح يا اخي زاد ما نحاولوش نغلطوا العباد يا اخي نحن ما نضيف لك مكي البرتغال ليكيب هي بيدها اللي قاعده تلعب في ثلاثه ماتشات ثلاثه تعادلات وهي بيدها اللي مشات لقدام ان ليمون بري يدخل ولا يخرج ولا زوز لا والبرتغال عملت ان شوا تكتيك مش تلعب بلوك با وتكنتر هي اللي طلعت بالحق انا ضد موريتانيا ولا ضد انغولا نلعبوا يعني اليوم الانستابيليتي او نيفو دي شوا دو جوور دو ليكيب دو لا كومبوزيسيون حاجه اخرى اليوم لي بولاريتي ماناش قاعدين ماركي ولا لي بولاريتي زاد اخويا انت ماركيت كفران وهبي الخزري ربي سبحانه حبه تدخل والبيلانتي جات ما ماركينا حتى سيكونس جو وعلى حتى بولاريتي لا كورنير لا كفران مش ماركينا نحن ما ريناش سيكونس دو جو اصلا يعني ابار الكره اللي تخلي خنيسي خذاها بالراس اليوم في الماتش تاع اليوم الكورنير
ما جات حتى اوكازيون مقابلات يعني خيريه ما معناها فما بين لاعب فما 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 كره الدوت ستانستالي الدوت ستانستالي صعيب راك اليوم باش تخرجوا الا كان ماكش تعطي حق للملاعبيه ماكش تعطي حق جولات حاجه الاخرى اللي قبيلك باش كمل لك عليها فماكي وقت قلت لك عملنا تروا نيول مقبل مع سي فوزي قبل الماتش يحكي معنا حتى كومبوزي اخو خمسه سته ملاعبيه لي ليدر دونك سوا ديزون مش الملاعبيه كل يتفق معهم يتفرجوا حتى في المنافس تحكي لك يعني يشرك الملاعبيه شكون اللي يجم يكون هنا شكون اللي يجم يكون هنا خاطر منتخب الناس كل يجم الملاعبيه يفهموا بعضهم اكثر فوالا منتخب المالي تذكرت مع المنتخب المالي الكابيتان ديكيب نورمالمون يكون ماريغا ماريغا تنزل الكابيتان معناتها الكابيتان نتاعو للجوار نتاع سبورتينغ ليسبون ديابي ديابي معناتها كي جيستك يصير هكا معناتها تحس فما جروب فما جروب معناتها ملحومه مع بعضها فما جروب تحب عندها امبيسيون عندها اوبجيكتيف تحب توصل له خلي نكمل حاجه اخرى ما دام جبت على حكايه الكابيتانا اليوم لانه المشكله الكبيره واللي صنعت المشكل في المنتخب هي شاره قياده المنتخب ممكن اي ممكن خطر تسوء تحس وهبي الخزري ويوسف مساكني يرزان على جيريس معناتها تحسوا معناتها يخاف منهم على جيريس بارابور روندمون نتاع يوسف ولا بارابور روندمون نتاع 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 وهبي ماهوش الروندمون اللي نستناو فيه نحن ما منهم. انا نضيف لك حاجه اليوم كي عندك زوز ملاعبيه دو بوتونسيال تكنيك كبير يوسف راجع لي الحمد لله رجع قبل البلوسيور ولقى فورمته وهبي زاد اللي بريمير ماتش دوزيام ماتش اون ديفيكولتي معناتها نورمالمون انت زبيدك تستحفظ عليه تخرجوا تعطيه طون باش يريكوبيري يدخل لك بلو فري تعمل له فيتاج على نومبر دو ماتش اللي جا بيه اي سورتو الى كانك انت ماكش حاضر باش تقدم اضافه اللي بها الفايده وتعطي لو ماكسيموم دو سوا ميم للاكيب ناسيونال وللمجموعه توظف الاداء نتاعك الفردي للمجموعه اليوم رينا المنتخبات الكل تبانت الفرديات نتاعها سجلوا الاولاد نتاعهم الكل لي زيليمون القويين كي نراو مصر كي نراو الجزائر كي نراو الناس كل لعبت على الفالور نتاعها حتى لي جوار خلطوا سجلوا معناتها في اكثر من مناسبه واثنين اليوم احنا لا لقينا لي انديفيدواليتي نتاع المنتخب تاعنا لا لقينا الكوليكتيف اللي عمل فينا الدوت هذايا هو سون دوت الاطار الفني بتغييراته المتذبذبه والدفاعيه والكومبوزيسيون اللي غالطه كل مره نقولوا دونك اليوم مطلوب وانه حتى من الستاف تكنيك اوتور مولادنا التوانسه نحكي على سمير الكنزاري على سيفريد بالقاسم انيس بوس وانه يوصلوا افكارهم اكثر للمدرب وانه يكونوا حتى معناتها يتشاوروا اكثر في الكومبوزيسيون شوا جوار مش ما عادش نراو اخطاء هذه هو صحيح وانه المدرب هو الاول والاخر ولكن التظاهر هذه كان رتيتها راك رتيت عامين اخرين راه ما نرجعوا كان برا لوج واليوم بالكومبوزيسيون والاكيب اللي هذه خارجه من كوب دي موند نويت اربع سنين مع بعضها 80% من اللاعبين لازمنا نلقاو الحل دونك الحل ظهر لي تون فما هو اللي في شو تكتيك هو ايش قلت انا خبري قلت حس معناتها الخزري و و و, و والمساكني يرزان عليه وهو عنده سوليسيون ولقاه شفنا نحن مكي كي دخل ياسين الخنيسي ياسين الخنيسي ولات فما اون بون انيماسيون اوفونسيف ولات فما دي سوليسيون عندنا ولات فما حاجات معناتها موجوده اما فما المشكله اللي هو مش حاب يفهمها اللي سليتي ما نجمش يلعب على اليمين سليتي يحب يلعب على اليسار يدخل كروشي ما نجمش يلعب على اليمين هذه هي المشكله نتاع جيريس اللي ما حبش تدخل المخ يعني عندك شو انيس البدري راهو الماتش اللي فات ما لعبش معناتها ماتش سور البلون ديفونسيف لعب ماتش باهي سور البلون اوفونسيف ما مشيتش معاه باهي عندك بسام سرار في اليوم ضحى بسام سرار في خويا الناس كل نستناو في بسام سرار في اللي هو قيمه ثابته عمل كيما قلت قبيلك اسيست وماركه ملاحظه في بسام سرار في وخليك تكمل بسام سرار في اليوم في الفلونتريد ماتش ماك دخل بسام سرار في باش يلعب على اليسار ووهبي الخزري اون بوانت قعدنا 15 16 دقيقه اصرار في اون بوينت والخزري على اليمين انت كمدرب فريق اليوم لا ديسيبلين تكتيك انت تفرضها كان عطوش متوش بركه يعيط الخزري يعمل له هك بيده معناتها افيك سو جيست لا كل واحد يرجع بلاصته لا اولويه للتصريحات نرجع لفهم من برهم بس انا صرافي رغم انا ما حبش يحكي محمد تراول الملاعبيه يعني ما شاء الله ديتاغ متعدين قدامنا ما يحبوش يحكيهم على الاعلام بس اثناء يعني معز حسن المعز الشريفيه اللي تكلموا هذا نقربوا من وجه الخاطر نحاولوا وهبي باش نسمعوا وهبي الخزري يظهري مع فهمي لبرهومي برشا ماكي نوصف في الجو في اللاعبين الكل ما يحبوش يصرحوا ياسر الشيري متعود يتكلم ما حبش وهبي الخزري كيف يحط لك كيس في وزنه يسمع في الموسيقى ومتوفي الناس الكل يحب يحكي مع حتى حد
ان شاء الله فرجاني يصير يحكي معنا يقول لي فرجاني ان شاء الله يتدلى معنا فرجاني يعتذر. خلينا نكمل معاك مدام جوارد خارجين توصف لنا الاجواء بالضبط. بالضبط كل ملاعب يتعدى اللي ما عينيش نتكلم الصرار فيه ما حبش دران الصخيري بدوي الكل تقريبا المنتخب الكل وحتى ناري كانزاري سمعتوه في المباشر تعدى ما عيطنا له قلنا له ما يعطينا كلمه قال على غالب يعني ومشى فهمت يعني حتى حد ما يحب يتكلم الوحيد اللي تحمس وليته الحارس معز حسن المعبيه اللي شاركوا يقول الحارس معز الشريفيه اللي كان اختيار ثالث عند على شيريف دونك نفهموا انه الملاعبيه ما يحبوش فهمي اعتراف منهم كونوا فضل مكي نكمل نكمل معاك فقط لانه الكاليتي نتاع المكالمه ما كانش اعتراف ذمي منهم اللي الامور ماشيه في المنتخب الوطني التونسي غير استنتاج اذا كان ملاعب بعد اللي صار يكون يخرج ويتكلم ويحكي كماش علاش باش ما يتاثرش حتى زاد نقول له ما شاء الله يعني ثم هنا علامات كبيره برشا صحافه المصريه صحافه الاجنبيه صحافه التونسيه اللي حاضره بقوه لهنا دونك نتمنى ان شاء الله يجي وقت اخر من اللاعبين تاع المنتخب التونسي ونكونوا كنا مش شاكين بعد زيد اللاعبين فتحوا المصريه وتكلموا بعد مباراه ليون مكي ممكن نطلب الفتح في اي لحظه كرموش علينا لاعبين المنتخب الوطني بتصريح مسلم الرضيع لجمهور التونسي اللي قاعد يتابع وقلبه محروق على المنتخب شنو قاعد يصير فيه. اكيد فهمي تطلب الخط لكن فما اي جديد كسوا تصريحات ولا حاجات اخرى من كواليس بعد نهايه مباراه المنتخب الوطني التونسي ضد موريتانيا والتعادل والترشح المر للدور الثمن النهائي واللي باش يخلي منتخبنا يواجه المنتخب الغاني نهار 8 جويليا مع 8 نتاع الليل في مدينه الاسماعيليه. يوني هوني سؤال في اللحظه هذيا عندي جوار لازم يتحمل مسؤوليته زاد لازم ماهوش قاعد باش يحكي مع فهمي ولا اكس ولا يجريك أنا لازم مطالب بالتفسير للشعب التونسي اللي يستنى فيه للشعب التونسي اللي حط أماله فيه للشعب التونسي اللي يستنى في تبرير الشعب التونسي اللي فيه بوه وامه ودارهم واخواته واصحابه وحبابه اللي لازمهم يسمعوا لازمهم يفهموا اليوم علي رينا دي ديكلاراسيون ديريكتومون في اللايف معناتها في التلفزه بعد ما خرجنا من الفيستير حتى واحد ما حب يعطي ديكلاراسيون انا سامبل كيستيون نسالها اليوم ظهر لي وبينه هي حتى العين انه روح ولحمه وجو المنتخب العام فهمي فهمي فهمي, فهمي مره اخرى فهمي مرشح اللي نلعب المردود اللي ماهوش مأمول تاع اللسته في اليوم ماهوش غش صحيح قاعدين نقابل مشاكل كبيره على مستوى الهجوم وخط الهجوم فريقنا مش متوازن فريقنا موجود على المستوى الدفاعي على المستوى الهجوم ما زلنا الى حتى ما زلنا بعد على المستوى حاولنا باش نغيروا اللاعبيه ما عرفش Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on joue une équipe de Mauritanie et que nous, on n'était pas dedans dès le début. Maintenant, on lâche déjà la qualification. On le sait, on a fait des poules catastrophiques même. Mais maintenant, le plus important, je pense que c'est d'aller le plus loin, c'est notre objectif. Aujourd'hui, on a 3 points. Les équipes peut-être sont passées en poule avec 9 points. Et peut-être qu'elles vont sortir en 8e de finale et peut-être que nous, on va aller loin. Et c'est ce qui compte, Inch'Allah. Oui, exactement. Je ne sais pas. Si j'avais la solution, on l'aurait déjà fait. On joue des équipes qui nous attendent. Et je pense que nous, contre les bonnes équipes, on joue mieux. Contre le Mali, on a mieux joué dans le jeu. Et les équipes qui nous attendent derrière et qui jouent en contre avec des attaquants rapides, c'est plus dur pour nous. Parce qu'on a des joueurs techniques. On n'a pas des joueurs qui sont rapides offensivement. Et donc, je pense que c'est un peu la cause. Mais maintenant, on doit faire plus. Wallah, on doit faire plus. On joue pour le pays. On doit donner plus. Et satisfaire tout un peuple, Inch'Allah. Inch'Allah, Ghana, un gros match. Et la Tunisie, souvent, les gros matchs sont là, Inch'Allah. نعم السيد كيف معطوك المباشر تو نخلوه معنا او نطرح نبدا من حمدي القطراوي من بعد تو يكون هاي من بعد لاحظ معي ما في نسمعوا السيد فريد لا 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 لا
راهي شوف اولا ثلاثه تغييرات ماهمش يعني حاجه اجباريه القران ما عطاهاش غير لا لا ولكن ما فماش لاعب فوق القانون ولا فوق التعويض التدريب مش موجوده هذايا شباب متفقين بعضنا اللي كان صاروا تعويضين معناتها اختيار لا ينجم يكون الخدمه نتاع محل تعويض واحد مش بالضروره نتاع ثلاثه تعويضات لكن تنجم تكون عندك افضل ما موجود في الملعب إيه لكن سمحنا لأن إحنا تويكا قاعدين نحكي كنا اللي عندنا مشكلة إن شاء الله مش نجوم إحنا جربنا الملاعبية كل إن شاء الله ممكن نقوم مقابلة جايب أكثر على المستوى الذهني الملاعبية ممكن يشوف المناقشة من حجم كبير ممكن العقلية تتغير على مستوى الهجوم عند الملاعبية ممكن إحنا نحاول حلول أكثر لأن الحلول كل تقريبا لاعب كل لاعب أساسي جربنا احنا شفنا الحلول الكل مع قدمنا مباراة نعرف ورا وعندنا مشكلة على مستوى الهجوم نعرف مستوى الهجوم بتاعنا مش هذا المطلوب نعرف اللي عندنا لاعبين على مستوى الهجوم ان شاء الله نلقاو روحنا في المقابلة ان شاء الله معكم فريد تركيزي مدرب المتاع نحاول ممكن نحاول ناخذ بعض الاتصالات على المعرفة نكملوا معاك فهمي لكن ما فما تصريحات من لاعبية المنتخب معاك فهمي كريم رغينا على الطرف شو أقول لك الحقيقة من إيش رغينا مين ترشحنا مين ذول يكون في مرحلة كل مرحلة ذي كان عندك الحق تشتغل ما غلطنا الحقيقة والحمد لله ربي شفنا ربي ترشح بعد أول مرحلة طبعا إيش عندك الحق كيف تشتغل جبنا الراجع وبرشا رحنا من تعرف ذول الكرة في الحقيقة يقول لي ولدت تلعب فوق تيران ما عادش بالكلام إن شاء الله القادم خير نكمل يقول لي الماتش يتزوم الحقيقة كانت ماركيش من اللول المنافس بشيخ وثيقة في روح كما تعرف يقول لي تأكثر بنفسي لكل ولد قادر تحكي المنتخب التونسي لازم نجيب رجل يعني ان شاء الله كل طلب انت يجي ترشح حق باش تاكل كاس تو خير من كاس من بعد كريم العوادي مشكور على طرح وحديث معنا من اللاعبين القلال اللي يتكلموا سمعتوا فريق بلقاسم في المباشر يوسف مساكن ما عادش نحاول نخلط عليه اذا كان عندي الامكانيه تيناض نشوف ايش حد اخر من اللاعبين تاع المنتخب الوطني مكي أكيد نكملوا معاك فامي لكن فما تصريحات من بقيت لاعبية المنتخب في انتظار كان يكون معاك قائد المنتخب يوسف دمساكني في تصريح ما بعد المقابلة سمعنا كريم العواضي سمعنا نعيم السليتي سمعنا فريد بمقاسم سمعنا قبله الحارس معز حسن كيف سمعنا معز بن شريفية ومعظمة اللي تحاملوا المسؤولية وخرجوا فسروا نرجع مرة أخرى الفامي أولا جنب أسامة حد أسامة اليوم مقتنعين بالأداء بالكاليفيكاسيون ولا كذا؟ لا الكاليفيكاسيون حاجة بين بالنسبة لنا هي ما تقعد بوزيتيف بالنسبة للأداء ما زلنا يتمنا نتحسنوا الحقيقة مش هذا الأداء اللي نستنى فيه نحن كجوريات ولا نعرف اللي البلاد كانت تستنى في الأداء خير دونك نتصور الأداء اليوم ما كانش في التوب مي البلوز امبورتون بالنسبة لنا الكاليفيكاسيون اللي باش تخلينا ممكن نكونوا خير في الماتش الجاي ما شاء الله اللي ناقصنا في المنتخب شنو البلوكاج اللي قاعد يدير لنا تو؟ مو قاعدين نلقاو في صعوبات الحقيقه مع المنتخبات اللي قاعدة تستنى فينا بلوك با ماناش قاعدين نلقاو في برشا حلول دونك يلزمنا نترانيو على الشيء هذا خاطر وين ما نلعبوا منتخب في نيفو كبير في نيفو عالي نلقاو ليزيسباس نلقاو كوره كي نلقاو منتخب بلوك با دونك نلقاو برشا صعوبات يلزمنا نترانيو على الشيء هذا يلزمنا نلقاو له حل بلوتو بوسيبل ان شاء الله. سبحان الله في الوثيقه كل ما صعيب شفت كل طرح معناها باش يكون صعيب غانا عندهم فريق بي مانا نتصور باش نكونوا خير برشا من الماتش هذايا على خاطر ما نتصورش كان المنتخب غانا باش يقعد الثمانيه هذي دونك باش تكون فما لعب باش تكون فما لعب محلول وان شاء الله نكونوا حاضرين في بلوز امبورتون ان شاء الله. الحدادي من العظيم معروف بالاخلاق نتاعو وطيبة اخلاقه وسام برافو في الساحه صرح وتكلم وظل يسمعوا الكلام نتاعو. الأولاد إذا كان تم تصريح نكون معكم في المباشر أنت ظروف صعيبة
تصريحات المدير. اكيد فهمي، لكن فما تصريحات اخرى ترجع في اي وقت باش نجيك سهيلة على ترجع، تحب ترجع على تصريح فريد بن بلقاسم. خلينا نرجع قبل على اسامه الحديدي، نفس الكلام قالوا نعيم السليتي، قاعدين نلقاو في مشكل مع المنتخبات اللي تستنانا التالي، المنتخبات اللي بتصنعش لعب ساعه حاجتين. الحاجه الاولى رايك في الكلام هذا في الثلاثه مقابلات اللي تعدوا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، حاجه ثانيه هل انه المشكل هذا زعما يتحل ضد غانا؟ حتى مع مالي راه لقينا نفس المشكل، هاني جيت نقولوا في ثلاثه مقابلات اي لي معناتها انت تقول معناتها تونس اللي كلاسمون تاعها 25 تونس 25 اي تحت ال 25 معناتها من الجمعيات الكبار معناتها اللي زي كيف الكبار في العالم كوب دي موند وقبليك تو ما غادي تحكي وقاعد نتبع في الانجيريس قاعد جايبينه في قبل قبل يحكي قال ما جيت المنتخب جاهز، جيت المنتخب جاهز وحاضر ما شويه روشيك بركة ونكملوا به. هو كان جاهز خويا تو رديتو عسيلو ماهوش جاهز، ردوا على البنك هاي ردوا عسيلو فهمت تو معناتها تو معقول معناتها تونس معناتها بالكاليتي نتاع يوسف مساكني نتاع وهبي الخزري نتاع البدري نتاع بسام السرارفي نتاع هذوما دي جور انديفيديوالمون معناتها تكنيكمون اي سون تري فور ما تلقاش فيهم الحلول. المشكله نتاعو قلت لك مشكله ما نزيد نعاودها ونزيد نعاودها ونعاودها، هو مشكلته يحب يلعب سليتي وسليتي والمساكني والخزري ما بعضهم ثلاثه راهم ما يلعبوش، ما نجمش يلعب عنده بلاصه ما نجمش يلعب. نحكي تكتيكمون ما نحكيش ديزيكسترا، نحكي تكتيكمون وتكنيكمون ما نجموش يلعبوا ثلاثه مع بعضهم، لازم فما واحد منهم لازم يخرج. السليتي قاعدين خاسرين، نشوفوا في ديجون اش عمل السنة، هو منع ليكيب نتاعو يلعب خويا على اليسار، الخزري كيف كيف يلعب على اليسار، ويوسف يلعب على اليسار، البارتي على اليمين خويا لازم نشوف فيها حل، وكيكا لازم نبنيو ونعملوا ايكيليبر، لازم يرجع لنا تو ان شاء الله يرجع لنا تو الشعلاني، خاطر فريمون معناتها الشعلاني كان عامل ايكيليبر في الوسط اللي فقدناه اليوم، شفنا معناتها الوسط نتاعنا معناتها ضايع. فماش معناتها لابور معناتها اوفونسيف نتاع جماعه الوسط، لقينا ريدو يا من سامحني خلينا نرجع مره اخرى الفهم. ان شاء الله على السلامة ما قلت لك توا نقعدوا سوليدير نسقوا مع بعضنا، ان شاء الله انتم تكونوا سوليدير معنا. حاجه الحاجه اللي احنا ترشحنا والثانيين انا ما تعرفش عليها تقول الجروب اللي جينا فيها وانا اللي كيف يلعبوا كونتراكت الحمد لله تعدينا الغلطه هذه. انا باش يكون قالب ماتش اللي لعبناها معناها احنا تلعب كوره وكل شيء، لك علاش قلت معناها كيما قبيله كوب دي موند جوري تلعب كوب دي موند مش كيما كوب دافريك، كوب دي موند لعب محلول وكل شيء، اول مره يلعب كوب دافريك فما منهم 8 جوريات ولا 9 ان شاء الله نكونوا يوسف محمود. باهي اكيد تطلب الخط فهمي من قصيت عليك باش كمل الفكره نتاعك بعد باش نمشي سهيل. انا جنسيست على الحكايه هذيا اللي ثلاثه ما نجمش يلعبوا، علاش؟ قبيليكا في شو اسمه في الدقيقه 74 الكره اللي دخل بالي حكي عليها قبيليكا سهيل كيفاش معناتها الريل جوش ودخل وعمل تيبون للكشريده وتعدد وكانت معناتها نجم تكون معناتها هجمه خطيره علينا نحن. تشوف في وهبي الخزري كيفاش قاعد واقف ماهوش يعمل في الريبلي ديفونسيف ولا كسيال قاعد بعيد خليني من الكسيال الواحد هذيك به عندنا نجم نرقعوا به في الماتش الجاي عندنا الشعلاني نجم يعمل الكيليبر اللي عمل نجم يعمل الكيليبر في الوسط. اما المشكله راه نتاعنا ديما نعاودها راه المشكله على اليمين، لا وهبي يحب يلعب على اليمين، لا سليتي يحب يلعب على اليمين، لا المساكني يلعب على اليمين، خاطر ماهوش مرتاح هذيك البوست هذيك مش مرتاح. دونك خويا سرارفي عندك يا البدري يا سرارفي واحد من الثلاثه هذوما لازم ولا نبدلوا الكومبوزيسيون علينا نلعبوا باش نبدل الكومبوزيسيون انا نبدلوا قاعدين. سهيل حبيت تحكي على تصريح فريد بن بلقاسم، نذكر فقط باهم ما قالوا، قال عنا الفريق ماهوش متوازن بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، يقول الدفاع ما فيه حتى مشكل راضين على الاداء الدفاعي لكن عندنا مشكل في التنشيط الهجومي. بالنسبه للتغييرات قال عملنا زوج تغييرات، التغيير الثالث ماهوش اجباري، النجم نقعد نعمل تغيير واحد ولا النجم نكمل من غير تغييرات، وقال ما فماش لاعب ما يتبدلش في المنتخب. هذا شنو قال والتعليق لك انت؟ نبدا من زوج نقاط الاخرين، فماش لاعب ما يتبدلش في المنتخب ظهر لي على طول ثلاثه مباريات ماهوش هذايا اللي ريناه من الاطار الفني ومدرب جيريس. الثانيه كي تنجم تقوم بتغيير برك ولا تغييرين برك لما تكون انت منتصر وفريقك يقنع
لكن ويعني وماسك بزمام مباراة وانت معناتها مسيطر، لكن كي تبدا انت متعادل والفريق الخصم تعبك وخاصة من الناحية البدنية خير منك، لازمك تتبدل وتلعب وريقك الكل، لازمك بصراحة يعني لي سوليوشن التغيير. شنو هو المدرب عنده وريق على البنك؟ عمرهم ما يكملوا ال11 اللي يبداو هما بيدهم، معناتها عنده وريق على البنك. إذا كان يرى من لازم ويبداش منتصر وفريقه معناتها جاهز كيما يلزم يكمل بالكومبوزيسيون هي بيدها حتى حد ما يكلمه، معناتها قام مهمته. ولكن كي تعمل تغيير برك والتغيير الثاني يعني التغيير الأول ساعة خلينا نقولوا مقنع حد، دخول الخنيسي منتظر، أما التغيير الثاني مقنع حد، معناتها بصراحة دراجار كان يجم يدخل نوتر جوار أوفونسيف نلعبوا. حاجة أخرى خروج السرار في بصراحة مش لو فوا با، تكلم زاد دائما على عدة نقاط بما فيهم إشراك ثلاثة ملاعبية كيما سليتي ويوسف والخزري. سليتي ساعة وين ما في المباريات خلينا نقولوا الودية، وين ما يدخل لي 20 ديرنيير مينوت يسجل ايل دي بلوك لو ماتش هكا ولا صحيح. اليوم وسرار في كي تخلي دونتري في اول الماتش سجل وعطى هدف وكان معناتها ورا ضربة جزاء. يعني التوظيف الملاعبية على حسب المباريات الودية واللي ريناه واللي قاعدين نشوفوا فيه في المنتخب ماهوش قاعد يصير كيما يلزم. ومام تو زاد ما ننساوش انه سرار في دخل اليوم باغزر زاد اليوم كيش دخل السرار في خليه باش نكونوا ليه باش نكون باش نلعب 45 دقيقة لعب 45 دقيقة فيهم 15 دقيقة. مانيش قاعد نلوم على الطفل، نحكي كيما قلنا كانه بدا من الاول في المقابلات الودية وعطى البلوس. اليوم بدا من الاول ما عطاش البلوس هذا اللي صار ومن بعد الاخر كله نفسروا معناها باش نقولوا نحكيوا على البلوس نحكيوا على المعزز بالضبط. ولهنيك شنو اللي صار كي دخل كي تخلى السرار فيه واحنا في الشوط الاول ما قمناش بحتى اكثر من 7 تمريرات وسرار في قعد اكثر من 15 ولا 16 دقيقه ماهوش في موقعه كلاعب هجوم ما انت صريح اللي ماهوش مكانه. يعني سرار في لعب 30 دقيقه برك و30 دقيقه برك اللي لعب فيها كان فيها يمكن الخصم خير منا بريمير ميتون يعني ما نجمش بالضبط ما نجمش حتى البوتو. وحاجه الاخرى كان بعيد عليه برشا الخزري ويوسف وسليتي بريمير ميتون كنا بعاد برشا القدام ما قربوش لبعضهم جوره باش يحاولوا يلقاو الريتم ويلقاو الانيماسيون فوسيف ويلقاو الفضو ولا يلقاو كش عداو تعرف لي تريانغولاسيون في الفوت اللي زابيل كونتر بيل تحركات بدون كوره. بصراحه بريمير ميتون اوبلي اخي بمباراه ولا اخي بشوط قام به المنتخب هذا معناتها بصراحة كما قال قبيلي زاد أيام منتخب كان جاهز يحكي حسب ما يحكي معناتها للمدرب. اليوم ظهر لي المنتخب نتاعنا وخر به أكثر من اللي قدم به المدرب. اليوم إلي أبلي باش يعاود يشوف حساباته حتى من لاعبية أوتور إي بي يورا أون ريونيون تكنيك سيرمون تقييمية على ترشح المنتخب. كان بعد المقابلة الأولى قعد معاهم رئيس الجامعة وصار وعاودوا قعدوا معاهم واللي صاير في تونس عاودنا غلطنا بعد المقابلة الأولى وبعد التقييم الأول عاودنا غلطنا نفس الأخطأ. اليوم خويا كل ماتش وماتش شهرة ما عادش عندنا دروا ليرور. اليوم غدوة راك تحمل دراب وأمل بلاد وشعب كامل. اليوم راو اللي بشي يزيد يوظف اللي نقول وإحنا المعنوية تمتاعه بشي يكون بوزيتيف بشي يلم الجروب بشي يدز أصحابه يلعب ولا ما يلعبش ليلة. أنا بمعز بن شريفين نحب نحييه بصراحة نحييه تحية خاص خاطر اليوم كي يعطي ديكلاراسيون معز يظهر اللي هو بصراحة عن تري غران جارديان عبد جيك من دو فوا تشامبيونز ليغ دو بوديوم جيك من شامبيونا ستابل في الباركور الاخر تاع الشامبيونا راهو انه زوز اصدقاء وحراس واخت والحارس الثاني كمل المباراه الثالثه يعطي ديكلاراسيون يرفيوز با كيما برشا ملاعبيه اللي عاود نقول لهم راكم اليوم حرمتوا بوكم واخوكم واصحابكم وحبيباتكم باش يفهموا شنو اللي صاير حتى باش توصلوا صوتكم. راهو اليوم فو با سو كاشي ديريير دي فوت دو لونترينور ولا لا ما لازمش تدخلكم الدوت الاولاد انتم حبكم تركيزكم كامل روحكم كامله سهي. وخلي سهي. الكلام هذا ما تقال من بعد الماتش الاول وتقال الماتش بعد الماتش انا اول مره نقول انا اول مره نقول لا فهمني قاعد يتقال من بعد الماتش الاول تقال من بعد الثاني وهذا قاعد يتقال الماتش الثالث مش معناه عليك انت انا نحكي اون جينيرال ما فماش حل فماش يعني ما عطاش شيء هذا ما حلش المشكل. اليوم هل فما حلول اخرى هذا يا الاولاد ورانا الكل معاكم وكل وراكم ورينا شكون اللي يلقى الحلول المدرب اكثر واحد يتقاضى اجره هو لونترينور دو باز هو الفوقاني فيش الحلول ان بون اونترينور سي كوا افون تو انكادرور مونتال معد ذهني ونقول مونور دوم يدز الجروب القدام تلقى عنده حتى في الاتيتيود تاعو. خليني نكمل معاك في الفكره هذه. ها هو جاء هو بعد ما كان يحكي على لقيت مدرب منتخب حاضر لقى منتخب حاضر بريسك المنتخب هذا اللي كان موجود الكل هدموا الان جيريس ابارسا
انه نبيل معلول المدرب السابق للمنتخب بخلاف الريزولتا كان شاد الجروب في دي صحيح. كان يحكم في الجروب اليوم لانجيريس ماهوش قاعد يحكم في الجروب كيفاش دونك كيفاش كيفاش نجم نستناو اليوم ما نستناو كان قرارات صارمه بلكشي اعطى اكثر اكثر نقول انا اكثر 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 ليبرتي واكثر نقولوا احنا نقولوا اكثر اريحيه للاطار اللي داير بالمدرب باش يكون يديسيدي خاطر اليوم انا نحكي لك للمنتخبات الكل تسترى بالماضي في المنتخب الفريق الجزائري ولا سيسي مدرب منتخب السنغال كيفاش لادجوان اللي بحذاه يعيط له السوبرمي ويعيط عليه بالتابلو ويوريه الورقه وهذا شفم وهذا شفم ويدخلوا حتى في نيغوسياسيون باللي دي وبعد كل واحد اليوم احنا كونترنور دي باسي اليوم احنا لو احنا اليوم اون دو حتى مستاف نتاعنا كي يشارك مع المدرب ولا عنده ملاحظه يجب يكون المدرب يغزر في سيكونس جو كيما انا تو نغزر الكاكايمك جو بو با فوار الكوتي الاخرى يجب يمني راها من الغادي يوصل لي وانا نتصرف لان هيك هذا الترافاي كومبليمونتير احنا ما فماش يكون اللي ياخذ برشا لينيسياتيف باش يحكي مع المدرب يمن انت بيان سور عندك تو خبره برك كان خدمت في موريتانيا قاعد تخدم في عمان خدمت في السودان الظروف هذه خاصة في الفترة الأخيرة في السودان عرفت مليح الظروف هذه اليوم شو الحل للمنتخب قادمين على مواجهة ضد المنتخب الغاني في ثم نهائي الكان اليوم ما عادش عنا الحق باش نجمو نغلطو اليوم تربح تتعدى تخسر تروح لا قدر له هو ديجا ما تتماتش متاع تعرف سورتو مع الفرنسيس خوافين ما يخافوا ياسر شفت انت في الحديدي ما يطلعش بداخل ولا كشريده ما يطلعش الاربع لازم يكون فيكس وخير المنتخب راه يلعب بالمحمد على اليسار هو بدل باش نستناو من جيريس نستناو من جيريس اللي يمشي لازم يعمل اون بون بريستاسيون لازم جوار تعمل رياكسيون جيريس انا فرونشمون قناعاتي انا قناعاتي جيريس نستنى منه حتى شيء انا نستنى من الجوارات تحمل المسؤوليه نتاعهم فما شعب كامل يستنى في فرحه بعد اللي صاير الكل في تونس معناتها الحاجة اللي صايرة في تونس كلنا نستناو في فرحة وسيرتو فما غيرة مش غيرة على المنتخب لا فما غيرة نحن غايرين شوية مش غايرين برشا خويا خلينا نقولوا من الجزائر خويا والمغرب ومصر اش معناتها خويا إيكيبات كيما كيكا معناتها منتخبات 9 نقاط نحن عندنا 3 نقاط كاهو خويا لازم تعملوا رياكسيون لازم تفرحوا وثلاث نقاط من 3 تعادلات مش حتى انتصار البارح الجزائر لعبت البارح الجزائر لعبت بالفريق الثاني وربحت 3 وزوز اهداف زاده وزوز اهداف من ضربه جزاء ومن جزء. مخالفه مع لا بولا ريتي ماركينا لا فما حتى شيء سهيل فما حتى شيء المنتخب نتاعنا كان يوقفوا معناتها وقفه صار ما انا نتصور معناتها رئيس الجمعيه لي كونسيون بالحكايه هذيا نتصور معناتها يمشي 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 ياخذ معناتها خاطر خاطر كان خرجنا من الان ويتيام نخرجوا من الان ويتيام كارث خرجنا من الانكار زاد كيف كارث اللي حاجه مش معناتها ترتاحنا شويه هي دومي فينال خاطر ديجا ان ويتيام ماهوش اكسبلوا ان كان ماهوش اكسبلوا دونك خاصه لو كان جيريس بالروندمون هذايا وبالمونتاليتي كي معناتها باش ينجم يقدم بينا معناتها غانا و إيه شنو المطلوب فما المساعدين نتاعه وياخذوا بزيوم لازمهم يغيروا على يغيروا على المريول نتاع يغيروا على الدرابو نتاع تونس يعني المطلوب باش نجموا نتعداو في الويتيام دي فينال ونجم منتخب مو يتحسن يعني الملاعبيه هما اللي لازم يعملوا رياكسيون الملاعبيه انا نقول الملاعبيه خويا اونترون مش قاعد يقرا في الماتشات نتاعو مش قاعد يقرا في ما يقراش موريتانيا موريتانيا لعبت نفس السيل دو جو اللي لعبت به كونتر مالي وكونتر انغولا وكونتر معناتها لي دو ماتش هذوما حتى في الماتشات نتبع فيها معناتها نتفرج فيها موريتانيا لعبت في الكاليفيكاسيون نفس الـ فما فيزيوناج توا فما الانستات فما جماعه تخدم معاه معناتها فما ناس تحضر له الاستاتيستيك عن الماتشات لعبناهم اللي المشكله وين هون يا ولات البارح برك كان الجامعه التونسيه لكره القدم جابوا الفيديو وقتها يحكيوا على مبارك الزطا المستشار الوطني المكلف بالحكايه هذيا كيف معاه وليد بن طمنصور ويعني وكل شيء قاعدين يخدموا في خدمه باهي الوليد هما قاعدين يخدموا هذول ما مش قاعد يشوف هو فيهم نتصور مش قاعد خاطر الحاجه اللي تشوف فيها انت تشوف معناتها في 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 ديفيكولتي قاعد يقع فيها المنتخب التونسي في الانيماسيون اوفنسيف نتصور معناتها هذه وصلته المعلومه هذه وصلته تعرف مشكل ويقولها ويقولها قالها فريد بن ملقيسي صحيح معناتها الناس الكل يسون كونسيون باهي نحن عندنا مشكله في الانيماسيون اوفنسيف شنو هي المشكله في الانيماسيون اوفنسيف ما المشكله اللي موجوده في الانيماسيون اوفنسيف يحلها شكون يحلها لونترونور ما لقاش كيفاش يحل لونترونور خويا يعرف باش يوصل الميساج ان بون ميساج للجوارات خاطر ثلاثه ماتشوات 3 بوان وماركينا زوز بونتوات معناتها زوز بونتوات واحد بونتو كيما قال
حرب ربنا ربي حبنا وبيلانتي البقية ما فهم حتى ليزوكازيون مش قاعدين نخلقوا ليزوكازيون. معناتها المنتخب التونسي توا كان معناتها مش يحبوا يكمل القدام خاطر نعاود نقولها لا ويتيم ماهوش معناتها ماهوش معناتها حتى انا كاردو في لازم جوج جوارات كيما مكي توا واحد في الراديو واحد في التلفزه لازم اليوم جوج جوارات هكاك منور يا خونا مكي في التلفزه لا انا تعرف شنو زاد نضيف على كلامك سور باسمون لو بلوس اي سور بلوس تاع الملاعبيه اللي ياخذوا بزمام الامور الكرياسيون تاعهم هما اليوم يرجعوا الثقه في رواحهم. مش عندي في بصراحه بعد ساعات يجيك ان اونترينور اللي يحكي لك ست ادراج وما يقول لك شيء اللي يقوله لك اونترينور في دقيقه دقيقه صحيح فوالا هذا اليوم انا لازمك تحكي معه تو تاخذ من عنده لو ماكسيموم اما من بعد بصراحه فو بروندر لينيسياتيف فو بروندر لينيسياتيف. انا جوار اونترينور مثلا يقول لي مدفول اليوم لينا حتى الحدادي في كوره على اليمين بالكل هاو فما دي ديباسمون تكتيك يعني اليوم كي انت كملاعب مفروض عليك باش تطلع تطلع باش ترجع ترجع الروح الجرينتا الله يسمحني بربي صغير كنت فما تصويره تو متعديت كنت معبر على الزون تاع ليكيب ناسيونال انت تصوير 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 فما حسيلو كل خمسه جوارات قاعدين مع بعضهم معناتها جاب ربي ما ريتهاش خير 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 ريت هنا ان شاء الله ما تكونش موجوده بس. نفس التصويره في وسط الكوب دافريك وكذا احنا شنو نقولوا في الاخر بصراحه ما قريب نكملوا معناتها التختيم تاعنا تعرف نقولوا اون بوزيتيف ترشحنا سي معناتها باه اللي عندنا باش نقولوه نقد الكل قلناه رانا ما عندنا حتى اشكال هذا منتخب التوانسه الكل منتخبنا اللي ماشيين بمريول جديد ومح والدنيا بدات تتزها والعباد بدات تولي صار كل ظروف قبل كان ترى وانه هذا الكل اللي يدزنا باش نمشيو لقدام ما يسالش كي تعدينا هكايا نقولوا كلينا كف الماتش الاول والثاني والثالث تعدينا من البول بصراحه اللي احنا مانيش فاهمين والله العظيم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقولوا مع مع مع, مع السنغال ان شاء الله احنا نخرجوا بونيا كسبنا كفوف مع غانا طيب ومع مع غانا بلوتون احنا نكونوا ماخذين بزمام الامور خاطر يجيك ماتش اللي ديفلوبي قاش رواحنا مع الملاعبين مع تلعب بلوك باي تو ماهوش صحيح حتى مالي لعب جو وفير ولعب معانا وما سجلناش على طريقه لعب ولا موريتانا على... لي زاكسيون تاعها خرجوا لك بيان ايفيدامون هذه حاجه اخرى يعني عمل دو شونجمون اضطراريين تصور كان مدرب موريتانيا ولك اون بوزيتيف يمن اوني كاليفي كلك سوا كش تعدينا تعدينا ناخذوا نعاودوا نحكيوا على مثال ايطاليا كل عام ولا ولا برتغال ولا ميسيلش سي ميم لو كان ني با باغي ولكن اليوم اون بوزيتيف ترشحنا الاولاد كل شيء بيدكم ما عادش يزينا تكلمنا برشا على الانترينور اللي ثلاثه مباريات ظهر وانه ما يجمش يقود المنتخب التونسي لبعيد يعني اليوم يا اما باش توفر لحمه المجموعه وتلموا رواحكم انتم وحدكم ويد واحده وقلب واحد ما راوش تصويره كيما اللي قال تو عليها هي من معبره يعني للجروب فيه دو دو ولا تروا ريبارتيسيون تروا ريبارتيسيون فهمي فهمي سامحني سوي الاولويه ديما للتصريحات فهمي طبعا لا من مركزات التصريحات هذا من ملعب سويسرا ماهوش معطي نسبة المباشر الخروج حكم المنتخب الوطني التونسي في جهه مقر الاسلام هي معدوده من سويسرا باش مش يتحول المنتخب للاسماعيلي لذلك البرنامج موضوع لكن نحكي نقرا شويه عن الوجوه الاغلب حتى حد ما هو مقتنع بالثلاثه هذا وثم تشويق الفتوى فيتو كل التفاصيل كنا نوصل ثانيا فماش رضا حتى من الملام فوق جمال الكنزاري مشكل عادة المدير الفني زهير زويته ايضا مع جهاز في 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 في, في حاله ماهوش في تسبيح في جهاز اليوم يعني تحس لما قام بيقار بالهدف نتاعو ديجا فما تصريح شهير كنا عديناه قال انا ماني مترشح لي بالثاني الثالث المهم مترشح هنا يقول لي ما نفكر نبدا نختلف يقول لي ما نفكرش هدف دونك شكون هو يرضى بالكليب احنا تونس احنا كنا كاسكريت احنا كنا في الدرجه بطل تاريخي فيه يعني هذا كله هو مش عارف كيف وانا انشريت المدرب هذا اللي كما تحليل اخطا في الاختيارات نتاعو مازال يخطا نعطيك حتى ممكن من الكواليس تاع الدير اللي تم اقتناع يعني صحيح معناها وقفت الفكره في الدراسه نحكي لك سلب الساب سلب اللعبيه سلب الناس الكل ولا تحقيق فكره للعام كم جريس منتخب التونسي اكبر منه بارك وكثير خطا ايامه محدوده مع الكان يلا ينزل ما نعرفش نحس في الاحداث اذا كان مش قرار ولا اي حاجه لكن ثم قناعه كبيره كونه مش خدمه ثم حد شيء ينجم يتامل المنتخب ويمشي به لبعيد وقت اللي احنا ثلاثه ماذا بينا نوصل اقل شيء نصف النهائي
اكيد فهمي هذا اللي نستناه، وان شاء الله ان شاء الله المنتخب توا بالظروف الموجوده الكل بجيريس غير جيريس قدمنا مقابله ثم نهائي ان شاء الله نهار الاثنين الجاي مع 8 نتاع الليل باش يكون ضد منتخب غانا في ثمن نهائي. كان قبل ما نختم نعطي البرنامج الكامل الدور ثمن نهائي مصر مع جنوب افريقيا، مدغشقر مع الكونغو الديمقراطيه، نيجيريا مع الكاميرون، السنغال مع اوغندا، الجزائر مع غينيا، المغرب مع البنين، مالي مع الكوت ديفوار، وغانا مع المنتخب الوطني التونسي. هذا البرنامج الكامل الثمانية اللي كان سهيل بالراضي محللنا الفني كنت معنا اليوم، شكرا ليك. شكرا يا الزلفاني كيف كيف شكرا ليك مدرب ظفار العماني والمدرب السابق النواذيبو الموريتاني، شكرا ليك يامن، شكرا للفريق الكامل اللي كان معنا.